نتابع مشاهدينا الكرام هنا انطلاقات ونتابع التحديات ونتابع الإثارة ونسير هنا مع انطلاقة جديدة هنا على أرضية هذا الميدان وانطلاقة شوطنا الثالث في مجموع الأشواط من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. تابع ونسير إلى الصدارة إلى المقدمة مع البكار هنا الحجايج نتابع صدارة هذا الشوط والمركز الأول والمنطلقة بالتحديات وبالإثارة هنا في هذا الأداء نسايم لمانع بن سالم بن مانع رغويص السويدي وتأتينا الظبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وعلى المركز الثالث العنود خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري والوصول هنا من البراحة لمنصور بن سيبق الفان رغويص السويدي من يقدم لنا البراحة على المركز الرابع بينما المركز الخامس الدهمة مطر بن محمد بن لحروية العامري والوصول من شبابه سالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي تأتينا هنا على المركز السادس وسابع المراكز تأتينا شفل محمد بن قريفة بن قحيد المهيري المنطلقة بهذه الانطلاقات والتحديات ثامن مراكزنا الوصول في هذه اللحظات هنا من حفلة بانطلاق ناصر بن راشد بن سعيد اليابري من يقدم حفلة على المركز الثامن المركز التاسع هنا تأتينا ترانيم سيب بن يمعة بن محمد بن عبيد لكعبي وعلى المركز العاشر الهوى علي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكروم إلى الصدارة نعود إلى المقدمة هنا وأيضا نار وعدار يلعب على أرضية ميدانهن هنا بتحديات رباعية جميلة هنا البراحة تقود هذه المجموعة من البكار لمنصور بن سيبق الفان مغويس السويدي تأتينا على صدارة وعلى المقدمة نسايم من الجانب الآخر مانع بن سالم بن مانع مغويس السويدي المركز الثالث المركز الثالث والمتسللة هناك في هذا الانطلاق العنود من تسللت العنود خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وهنا الظبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري والقدوم هنا أول ندى شعار أيضا بهزاع تأتي هنا من وراشد بن قميص العمري يقدم لنا منوى هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل هنا مع الكيلو متر الأخير الوصول هنا القادم الهوى علي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي وهناك الدهمة مطر بن محمد بن نحروي العامري وأرى وصول هنا جميلة أيضا شبه الجزيرة القادمة لسعيد بن عتيق بن سعيد المقعودي الفلوسي من يقدمها هناك انجله بابي بهذا الأداء نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى صدارة هذا الشوط نعود إلى العنود من عاندت في هذه اللحظات العنود من عاندت على الصدارة على المقدمة هنا الله الله الضيفة والمستضيفة هنا على أرضية هذا الميدان في صراع لنيل الفوز والناموس هنا منوى راشد بن خميس العمري بهزاع يقدمها على الصدارة وعلى المركز الأول من الجانب الثاني العنود خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري عاندت العنود على الصدارة على المقدمة على المركز الأول هنا مع أبو سهيل بهذا الانطلاق هي تشاهدونها هنا العنود خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ومن وتحاول راشد بن قميص العمري واللحظات الأخيرة التحديات الأخيرة ولكن العنود هي الأقرب العنود منوة الله نتركهن هنا مع خط النهاية المركز نتابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام شبه الجزيرة مع أيضا سعيد بن عتيق بن سعيد المقعودي تأتي الدهمة المطر محمد بن دحروي العامري خامسا الهوى علي بن هلال محمد بن عبد الله النعيمي من وصلت بهذا الانطلاق
إذن صاحبة المركز الأول هي منوى لراشد بن خميس العمري بعد التأكد. لجنة خط النهاية تهانينا والناموس والتوقيت الزمني 4:27 هو التوقيت الزمني لمنوى. تهانينا لراشد بن خميس العمري على هذا الفوز المميز.